التحرير ولا عاوزين ايه؟ عاوزين حاجه من الوزاره الاعلاميه. طب يا ماشي عشان البلد. انتوا عاوزين حاجه من الوزاره؟ عاوزين حاجه من وزاره الداخليه؟ عاوزين حاجه من وزاره الداخليه؟ طب يا عم انت عاوز حاجه من الوزاره؟ لا هو عايز تمشي من هنا بقى. ما تشوفهمش تاني. طب امشي من هنا. ما تشوفش بدله سمراء تاني. خلاص نشوفكم انتوا. خلاص يلا على الميدان. يلا على الميدان لو عاوزين نروح الميدان. يلا يلا على الميدان يا رجاله. على الميدان. هنروح على الميدان. يلا على الميدان. يلا يا رجاله. محدش هيتعرضلكم خالص. خلاص. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله على الميدان. يلا. 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 يلا يا جماعه. يا جماعه. يلا يا جماعه انت البلد خربانه من امبارح. يلا يا رجاله بقى يا جدعان بقى يا جدعان بقى اللي ده بقى من امبارح معانا خايفين عليه يضربونا احنا على الهوا احنا على الهوا ازاي نضرب على الرجاله يلا شوف يلا شوف انا بقول له حاجه مين اللي قاعد انا انزل عشان ادافع عن اخواتي وفينا خد طبعا يا كريم ناس اللي ضربوه يعني من امبارح من امبارح من امبارح سايبين لازم تتفهم والاعلام كله بيقول عليهم بلطجيه والاعلام كله بيقول على الناس دي يعني الناس دي كلها بلطجيه يلا يلا مش عارفين من دكتور والله احنا بنحبكم والله احنا بنحبكم والله العظيم والله كنت في الطريق بس كده لسه كده بس والنبي الكلام بيوصل هو بيوصل خلاص الناس كل واحد عربي وهتلاقي كل ده على فكره حلو والله خلاص كل الناس والله هتلاقي كل ده ضربتنا قبل كده ضربتنا قبل كده شرطة عسكرية ضربتنا قبل كده وسابنا من زمان فينا من امبارح جاي انت تخيل دلوقتي بعد ما لا 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 بعد ما جاي دلوقتي صح ما فيش هدوء ما فيش هدوء في ناس ماتت في ناس ماتت